نفتح أبواب المستقبل اليوم لنقود رحلة الابتكار والاستدامة وندفع عجلة التقدم بتقنيات متطورة. تشهد عملية التخليص الجمركي قفزة نوعية نحو عصر جديد من العمليات الذكية، وذلك بالاعتماد على نظام ظفرة لحوكمة وإدارة البيانات. يعمل النظام المدعوم بخوارزميات الذكاء الاصطناعي على إدارة البيانات ومعالجتها وتحليلها، ويقدم تنبؤات فعالة لاتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة، ويوفر مستودعاً شاملاً يحتوي على جميع البيانات من مصادر متعددة، يعزز القدرة على الاستجابة السريعة للتغييرات. يضمن النظام الكفاءة التشغيلية عبر حوكمة البيانات وجودتها وتسهيل مشاركتها مع الجهات المعنية وفق أعلى معايير الجودة والخصوصية. نصنع المستقبل بأنظمة مبتكرة ترسم مساراً مستداماً نحو الريادة.